بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. ثمريليث ثسعديث إن شاء الله هذه التربية ثمريلين ثسعدين ذي الدوني ثنخ، محطة من المحطات العزيزة في حياة أمتنا، فنحن أمة واحدة. ربنا قال في القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومن روائع الإسلام أنه يهتم بالأمة كما يهتم بالحومة. الحومة سانزل ذم قرآن، الحومة كل يونان دايزدغ إلى قدس يفكازال الحومة دايزدغ، أما التصديق النظافة، أما الالتزامات التي يلتزم بها باعتباره عضو في الحومة. بالمناسبة تتعدد الالتزامات بتعدد الانتماءات، قاعدة ذهبية. الإنسان ينتمي إلى أسرة عنده التزامات تجاه الأسرة، أمذان ذي ثواشولتيس يسعى إزرفان حقوق يسعى الواجبات، ينتمي إلى الحومة الحوميس ذي الواجب أيضا، أين قلق في خدمة في خدم أذرم. الإنسان ينتمي إلى عشيرة إلى أذرم إلى قبيلته أيضا التزامات، إلى قريته إلى مدينة إلى وطن، فانتماؤنا إلى الوطن أيضا يرتب التزامات، وانتماؤنا إلى الأمة الأمة أيضا يرتب التزامات. خطر سميت سيمغور ألا من بضغ الأمة والسلام الآية ربي ناد: إن هذه أمتكم أمة واحدة في سورة الأنبياء الآية 92، وتكررت بصيغة أخرى وأن وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه من المتشابه القرآن في سورة الأنبياء 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في سورة المؤمنون الآية 52: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أكثر من ذلك انتماؤنا إلى الأسرة البشرية، نكوني نسعى زرر خلقيف أكن من الله نسعى زرر خلقيف يعني البشرية، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. فرصة سعيدة كما قال أخي الشيخ نور الدين، جميل هذا المشهد الذي يتشكل في وطننا كما يتشكل في سائر مناطق الأمة، فالأمة واحدة كما ذكرنا، مشهد جميل يجمله الحضور، يجمله حفظة القرآن، يجمله حملة العلم الشريف، يجمله الناس، وهذا الجمال يصنع، والنجاح صناعة جماعية. نتبع واحدة المنهجية على مستوى نديروا خمس محطات. النبي عليه الصلاة والسلام لم ننساه لكي نذكره اليوم وثنتسيرا بشهد المحتية الساقي من سلا لا إله إلا الله محمد رسول الله المؤذن في كل صلاة، أو ذي اسمي ذي التحيات ذي أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما ذكر اسم الله إلا ذكر اسمه معه. إذن هو هي فرصة لتجديد العهد، وفرصة أيضا للبحث في سنته وفي سيرته لمعالجة أمراضنا من أجل إحداث التغيير المنشود. إلا وان دانوظن إلا وان الخاص، نعطي مثال: مشكلة النظافة تزدي، هي مشكلة كبيرة مشكلة عالمية، لأن فيها مؤتمرات واتفاقيات دولية تحت إشراف دولي يتحدثوا على البيئة الانفيرونمون. هو الانفيرونمون هذا احنا عارفين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تترى
منها حديث دين الإيمان ربطه بالإيمان لا فوا الإيمان. الإيمان 70 شعبة رواية الإمام مسلم، 60 شعبة رواية الإمام البخاري، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني يون ما إلا يفاد أزرون غاسغار يعني يني ضر ثمنة دان سيذير ذي الواجب تززدي وبمفهوم المخالفة ومن باب أولى هو ما يلوثهاش، لا يلوث لا الجو ولا البحر ولا البر ولا الغابة ولا الحومة ولا شيء، ولكن هذه تعاليم شريفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واقعنا يخالف ذلك. طبعا لا أعمل الحكم، ولكن نسيذير المحنة ذا مقران لهلك ذا مقران. إلا حبينا نسمعوا نسمعوا هذوك اللي نظفوا رجال النظافة الله يرفع أقدارهم، وشحال منهم مساكن اللي راحوا ليزيرجونس نتاع السبيطر على جاري يدير يده باش يرفد لي صاشي نتاوعنا ومسكين زجاج يقطعوا، هذه زما فوسيس وثاونا ليزيرجونس. من يتحمل هذه المسؤولية؟ أكيد ما كانش متابعة قانونية، ما على بالناش أين المخطئ أين الذي تجاوز الحد، ولكن رب العزة لا تخفى عليه خافية. ربي يحصى يزرى بالذ الفلاني إذ السبة إميل الفلاني مسكين يجرح ما سوذ من شرعي تسجد شرعي ثورة الغاشي هضر في السيفيزم. السيفيزم يلها يلها، المهم يون ما إلا يقضى ربي سال الإيمان تقولي سال يزر باللي أذي تسو حاسف ولا في البيئة ما يظلميت ولا لونفيرنمون ثمنة دان سيدير ما يتعدى في الناس غير سيدي ربي أذي تسو حاسف ولا ما يرول سي العقاب الدونيف إلى العقاب الآخر. لذلك آخر ما أنزل في القرآن الكريم هي الآية 281 من سورة البقرة، ربنا يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل يوم أين زرع ذي الدنيث أثغلث ذي لخص. إذن هي فرصة أيضا نقرأ هذه السنة النبوية وهذه السيرة أو هذا الميراث. النبي عليه الصلاة والسلام ترك ميراثا، إيجاد تريكة، ولكن ماشي تريكة يجي تمورث تزمورث، هذه يعرفها الناس. أي واحد منا إذا مات باباه ولا جدو على باله الإجراءات البروسيدور وكذا لا لوا 94 لا لوا 0502 لا لوا كذا، يروح تريكة لريتاج النوتير وكذا القسمة هذه نعرفها. مواريث مادية لا تحتاج إلى وصية، وعيد المواريث المادية لا تحتاج إلى وصية بلا ما توصاد الوراثة لزيرتي. الله يرحم الشيخ الحاج رمضان محفوف، يعني شاعر يعني ذبالي عصامي، مما قال إن يصلت في النبي الطهر نتسان ذفف نشفعة فقسطن المثزغ ثوار أشحالي فرذان تسعة يكفغو يغزف الامر لابد داوض الساعه. المي بوضار ثمسات الانتريكا ان يكتسد المس الحرف الثا الصوره يوثه ثوثا الروح يساعد المرثا لا تتسسن الوراثه كل يونكن يتمني. المثل في الصحراء الجزائريه يقول لك القافله قافله كل واحد عينه على بعيره، القافله القافله قافله ولكن كل واحد عينه على بعيره، معناه هؤلاء الورثة يهتمون اهتماما كبيرا بالمواريث المادية التي لا تحتاج إلى وصايا. ولكن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ميراث آخر، ميراث معنوي، وهذا القرآن الذي خلفه لنا والحمد لله الأمة تحفظه في الصدور قبل السطور، وهذه التحفيزات التي تنظم في وطننا الكبير عندها مقاصد كبرى
والشريعة تنص على المقاصد لي كونسيكونس الأهداف. الإمام الشاطبي أبو إسحاق الله يرحمه في كتابه الموافقات في الصفحة 140 في الجزء الرابع المسألة العاشرة يقول: النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. كلمة ذهبية، معنى مثل هذه المناسبات تحفز يكون تلميذ ولا تلميذة الله يبارك يحضر مع هذا الجمع المبارك ويتشجع، تتسجل في مخه في عقله في قلبه لا ينساها إن شاء الله، فقد أسهمنا في صناعة إنسان ينفع كالغيث أينما حل نفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ ميراثه قراءة اعتبار على مستوى، يعني في خمس مستويات باختصار. المستوى الأول مستوى الإنسان ليترما بنادم، منغر الميراث ينس الميراث يبني الإنسان، وبناء الإنسان أصعب من بناء العمران. باش تصبني الباطيمة نغاتس في نوض خام يسهل باش بات في نوض بنادم، ولكن نريد الإنسان المتوازن تربية أو توازن جسمي سيكولوجي نفسي اجتماعي. وهذا هو كنقرأ تراث النبي عليه الصلاة والسلام من مقاصده بناء الإنسان. الأدلة لا نحصيها عددا، نقرأ مثلا كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم يهضر فيون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله غير هذا الحديث يكفي باش يسقم حياتنا بزاف بزاف في جميع المجالات. يعني أين تحمل ضيماني تحمل ثقمي لا يا حاد يا خكايمة ما شاء الله، أين تحمل ضيماني حمل ثقمي. حديث بسيط يعني أتي جوامع الكلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتجد السنات تخاطب الصغار كل شيء سيطمزي، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، معنى يخاطب الصغار، يا غلام سمي الله سمي الله، هذه بسم الله حاجة كبيرة عند البيداغوجيين والمعلمين والمربين. معنى واحد كطفل كيتعلم يقول بسم الله، ما هذه اللقمة شحال مقاصد قدر ادي عليها كتاب. معنى كأنك تقول له: يا طفل هذا اللقمة ما وصلتش عندك حتى، ماذا حصل؟ ربنا عز وجل سخر الفلاح اللي زرع، سخر الفلاح اللي حرث، وأمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فأنبتت، ثم سخر مرة أخرى ذلك الفلاح باش يروح يحصد ويدرس وا 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 باش توصلك لقمة. قل كلمة صغيرة، قل بسم الله الذي أنعم، بسم الله الذي رزق، بسم الله الذي سخر، وكي تشبع قل زوج كلمات برك، قل الحمد لله. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي بحب يأكل لازم يقرأ سورة البقرة، سورة البقرة عندها 286 آية، وكي يشبع لازم يقرأ العمران اللي عندها 200 آية مش بزاف. معناها ربها 186 آية، شكون يقدر يقرأها؟ ولكن من رحمته قال زوج كلمات بسم الله الحمد لله، يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. معنى تعلم أنك ما تأكلش حقوق خوتك منذ الصغر، خاطر لو كان توالف تأكل حقوق خوتك كي كنت صغير كي تكبر أيضا تولي تأكل حقوق خوتك فقط، ثم ماشي بطا ياورت ولا اسمه حبتشينا لا، ثم يكبر كرشو. إذن التربية المتوازنة منذ الصغر. القراية قالت قرأوا، هو أنزل عليها ربي القرآن قال اقرأ، وهو قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني مسلم ومسلمة. إذن هذه التربية علمية. أيضا النزول عند الخبراء يقول لك يكون عندك أي حاجة شوف لي سيكسبير، أنا شوف أنا لي سيكسبير قدامي في الفونسيي في الفينونس سي نورمال،
ربي بغى يبني لنا عقليه علميه، عقليه علميه للنزول عند راي الخبراء. ربي قال فاسال به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. وفي احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يرشد الناس في المجال الزراعي، في مجالات كثيره، حتى في المجال الحربي. تعرفوا الحكايه غزوه بدر، قالوا اهو منزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمكيده. الجانب الاستراتيجي في اداره المعارك والحروب انعامه النبي عليه الصلاه والسلام. واش قال هذاك الصحابي؟ قال بل هو الراي والحرب والمكيده. يعني خرج واش عندك من الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق النصر، لأن النصر من عند الله، ولكن الأمة مطالبة بتوفير الأسباب، كما قال فضيلة الشيخ محمد صايب محمد يذير، أنه ثورة نوفمبر وقتاش بدات، يعني هذا القدر الحكيم، ولكن ثوارنا أجدادنا مجاهدون اتخذوا الأسباب، وفي الوقت نفسه توكلوا على مسبب الأسباب وهم يعلمون بأن النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن الإنسان، عندنا أحاديث أكثر من 1750 حديث على بنادم لا تريما. سمعت الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يعني ركز على الإنسان بنادم. نروح المستوى الثاني، الأسرة توشت أيضا، لأن هذا الإنسان يتربى في المحضن الرئيس هو الأسرة. أطول المخلوقات حضانة هو الإنسان. اقرأوا في العلوم الطبيعة وعلوم الإحياء، كاين مخلوقات لا تحتاج إلا إلى ساعة، هذا ما كانوا بعدين تنطلق في الحياة، ولكن حنايا لا الإنسان أطول المخلوقات حضانة، يحتاج إلى أسرة مستقرة تربي هذا الإنسان وتعاونه وترعاه إلى آخره. ويا أحاديث كثيرة عن الأسرة، ربي سبحانه سمى هذا العقد سماه ميثاق، سورة النساء الآية 21، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأحاديث كثيرة في مجال الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تتكون أسرة مستقرة مؤهلة لتحقيق مقاصدها العلمية التربوية الاجتماعية وغيرها. المستوى الثالث، مستوى المجتمع. المجتمع، هذه الأسر هي النواة الأساس في بناء المجتمع. ثوشول ترثوشولت أنسعو ثمتي ثمتي يجد الساعة لقيم التي ترافقها إلى قسل فالور. النبي صلى الله عليه وسلم يغدينا ذي الحديث أمتي أمة مرحومة، هذا حديث خرجه الإمام الحاكم في مستدركه، وخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث 9550. واش يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أمتي أمة مرحومة. معناتها ممكن حتى كي نشوفوا بعض المشكلات، نشوفوا بعض القروح، يقدر واحد منكم يقول الأمة راهي تعبان، نقول لك نعم، الأمة ماشي متخلفة، نقول لك نعم. قل واش حبيت، فقط لا نغالي لا نبالغ. أيضا هناك وجه مشرق في الأمة، ومثل هذا اللقاء يمثل ذلك الوجه المضيء المشرق في حياة أمتنا. ولكن معليش، نحن أمة الأمل، نعطيك الدليل من القرآن. ربي قال في سورة العمران الآية 139 وما بعدها، واش يقول؟ إن يمسسكم قرح، قرح قد يكون قرحا تربويا، قرحا اقتصاديا، قرح اجتماعي، مهما كانت القروح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
إذن إخواني الكرام، الأمة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها جدا. تعرفوا القصة الهجرة، نقرأ السيرة قراءة اعتبار، الأوس والخجر والخزرج صار فيهم العجب، ولكن إن سهر الأوس والخزرج في جماعة الأنصار بالمدينة المنورة، وانصهر المهاجرون والأنصار في أمة الإسلام، الدليل نقرأ وثيقة المدينة وتسمى الصحيفة وتسمى دستور المدينة، أمة واحدة من دون الناس. هذه العبارة وردت في وثيقة المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يبغى أديني لما فين سلمث سعى تمييز ناس، أمة واحدة من دون الناس تتميز بدينها بإيمانها إلى غير ذلك. هذه موجودة في الوثيقة، وثيقة النبي عليه الصلاة والسلام، وثيقة المدينة، لتنسجم هذه الجملة مع الآيات. أشرنا إلى بعضها، سورة المؤمنون الآية 52 شفتوا عليها وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وفي سورة الأنبياء الآية 92 ربي قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، وفي سورة البقرة في وسطها الآية 143 ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن التطرف بجميع صوره وأشكاله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بالمناسبة الآية 143 هي في وسط سورة البقرة اللي عندها 286 وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. باش واحد يكون شاهد لازم يكون حاضر. القاضي هل يقبل شهادة الغائب؟ شكرا، لا يقبلها. لو شهد أمام القاضي، القاضي يتابعه متابعة جزائية بجريمة تضليل العدالة لأنه كان غائبا. الغائب ليس له حق الإشهاد. وكذلك الأمة، هذه الآية هي أمة، آية تشرف الأمة وتكلفها في الوقت نفسه. معنى الأمة لازم تكون حاضرة في المجال الاقتصادي، في المجال العلمي بجميع فروعه، إلى لازم تكون حاضرة، وإلى الأمة ستؤاخذ، خاصة في فروض الكفاية. فروض الكفاية كما يقول علماء الشريعة إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المستوى الأخير مستوى البشرية. ذكرنا الحديث كلكم لآدم وآدم من تراب. احنا يجمعنا مع البشرية هذه الصلة، هذه الرحم. هم بشر ونحن بشر، أبونا آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. وهذا الحديث ينسجم مع الآية 13 من سورة الحجرات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبعدين أعطى ربي معيار عادل، بارام جوست، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسنت، أتقاكم. إذن الإنسان ينفتح ويعيش في هذه الكرة الأرضية وهو يحب الخير للبشرية جميعا من خلال تمثلنا للقيم، لفالور. ننتبه إخواني مما ركز عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وسيرته، ركز على القيم. صرف قام خطر في رسم حثي الصلاة فرض عين، اللي صلى مبروك عليه، اللي ما صلاش هو اللي تمرمد يخلصها انتهى. الصيام كيف وغيرها من العبادات من فروض العين، ولكن نحتاج إلى فروض الكفاية، نتعاون من أجل تمثلها تحقيقا للبراءة، البراءة نتاعنا كامل زيد. وكذلك القيم نتعاون عليها لفالور. يلا نقول لكم القدر، احترام التقدير. حل بالكم الإنسانة كي تنحلوا القدر نحيتلو كلش، كي تقادروا يكفي قادروا برك. هذا أمر ماشي غير بين الوالدين والأولاد، الوالدين الأولاد والوالدين لا كل لازم القدر، هذه القيمة
لازم نجتهدوا كل من موقعه، الإمام من مسجده، والمعلم من مدرسته، والمربي والإعلامي والحاكم، الجميع مسؤول على تجذير وتمتين هذه القيمة في المجتمع، خطر نحتاجها، القدر، الاحترام، الحياء، الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. في حديث آخر: الحياء لا يأتي إلا بخير. سبحان الله، الكلمة الطيبة. أول زضم الله يرحم اللي قال لسان الحلو رضع اللبة، استقبيليه إلسا زيضان يقتضن ثسدة، ثسدة معنى اللبة اللبؤة. وقال غادي في قبيليث أي إلسي اللان ذاك سوم ذا شكيرن ذا سنان. الله يا ربي الله، ما ينتقد وفلاح نزيك لي فيلوزوفان سوسمن، خطر يبد الفهم من مدرسة الحياة، والحياة أجمل مدرسة، عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة، باش واحد يتعلم الدرس يخلصها. أنا عامين القدر، الاحترام، محبة الغير، القول الحسن. ربي في القرآن يقول: وقولوا للناس، للناس ما قالش للمؤمنين ولا للعائلة، للناس حسنى. وقال في سورة إبراهيم من الآية 24 حتى الآية 27 كلها على الكلمة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس، للناس على بالكم الأمثال ما عندهمش لي فرونتيير سون ليميت بلا حدود. مثال يكون مثل في الصين يوصل الجزائر، يوصل تيزي وزو، يكون مثل في الجبل عين الحمام يوصل إلى نقطة بعيدة في العالم. الأمثال لا تحدها حدود. وبعدين قال في الأخير قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. واللي موجود في القرآن قرأ في السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الجامع في الخاتمة نقرأ في الأدب المفرد، البخاري عنده كتاب صحيح، عنده كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، كتاب رائع جدا، جاب فيه أحاديث، أحاديث الأخلاق معظمها هنا. نقرأ في الحديث رقم 270 رقمه: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. الأخلاق الحسنة ميزانها ثقيل عند ربي في الحسنات، تصرف قالين سعلى جر الزين كمل حتى يوصل إلى حديث رقم 272. واش يقول؟ إن من أحبكم إلي، شكون اللي يحبون بي بزاف، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، شكون؟ أحاسنكم أخلاقا. صرف قالين. وفي الحديث الجامع رقم 273 من الأدب المفرد من النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه الرواية أنا لهيه تلقى مكارم الأخلاق، والروايتان صحيحتان. إذن بطريقة مختزلة وكأنه يلخص بعثته الشريفة في الأخلاق التي بها مدح: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال في هذا الحديث الجامع: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نتعاون كما قال ربنا على البر والتقوى سورة المائدة: وتعاون على البر والتقوى. ربي يحفظكم ويستركم ويحفظ بلادنا من كل سوء، ويجعل أولادنا هذون من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.